باش نغنيو مع بعضنا راه. وبعد باش ندخلوا بشويه بشويه راه النسق تصاعدي بشويه بشويه حتى لين بعد نحبكم تفدوا تخرجوا الليله موجوعين بحزاماتكم، نحبكم تشيخوا. الكون إلى جمالكم مشتاق مشتاق، والعالم كله لكم عشاق، العالم كله لكم عشاق. هي ماهيش داخلة في البرنامج، أما نحب نهديها لكم خاطر نحس في روحي في جو كبير ياسر، نحب نفرحكم والله. Thank you.
سعادتي لكم ونتمنى لكم من كل قلبي الصحة والعافية. وراهي ليلة بالنسبة لي أنا ليلة كأني تولدت من جديد. بارك الله فيكم. وتفرجت وتمتعت بنا الليلة. صحية ياسر بنينة، صحية ياسر مزيانة، ياسر راقية. أنا فرحان برشا معناها ومن أروع وأنجح السهرات بالنسبة لي أنا اللي عديتها في حياتي معناها الكل. هذيا اليوم عمري ما باش ننساها السهرية هذيا معناها اليوم في صفاقس. والله العظيم من أحلى سهرات اللي عملتها في حياتي. كنت معناها قد ما كنت خايف من الاول خاطر محطه راهي صفاقس صعيبه راهو صعيب معناها الببليك والمقام نتاع المهرجان وغيره امتحان معناها هكا ولا هكا. راهو اي فنان يحترم نفسه معناها يرقى نقولوها معناها صعوبه راهو باش يتاقلم. لكن انا الحمد لله يا ربي ملي بديت نحس في الدنيا ما كنت مخايف ياسر نحس في الدنيا هكا بدات تحل ما بنها الاحساس يمكن تاع الفنان هذاك هو. لو تسهل ليا ونولي فنان فوق البرج العالي متربع مثلان. لو تسهل ليا ونولي كي توصل لكي للناس ويكونوا فرحانين انا حتى المشايخ نتاعنا يكونوا مرتاحين في قبورهم. الحمد لله يا ربي ربي يفضلك يعزك يا اخو.
بخاطرك يعيشني. تفضل تفضل. ألف تحية وقبلة لجمهور صفاقس وصفاقسية الكل، نحبكم برشا.